السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصف الثالث الإعدادي المسائي اللغة العربية مع مس رشا بدران. هنستكمل اليوم الفصل الثالث من قصة طموح جاري. يلا بينا يا فاطمة، يلا بينا يا محمد. تمام، من يقرأ يمس يلا يا فاطمة. تمام، مش أبدأ من شفته. تمام، الفقرة رقم 5. أيوة. يعلم موالي ألم يعلم بخبر العادل والجواد ألم يعلم موالي بخبر العادل والجواد نائب دمشق؟ يبدو أن العادل اتفق مع داوود صاحب الكرك على أن يعطيه دمشق، وأحب أن يحتال على الجواد لينفذ هذا الاتفاق. فبعثه إليه الكاتب يعطيه فيه الشوك ويصغر الإسكندرية وقليوب وعشر قري من قرى كرة. الجيزة من قرى الجيزة الجيزة في مقابل أن ينزل على نيابه السلطانية بدمشق، ثم يزيد في الخديعة فيرجوه أن يسرق إلى قلعة الجبل بمصر ليكون بجانبه يعمل برأيه، فهو في أمس الحاجة إليه. وبما أجاب الجواد: يا أبا بكر لم ينل ذلك على الجواد، ولقد علمت أن الجواد فكر في أن يستعين بمولاي يستعين بي أنا، وكيف يا أبا بكر؟ طيب نبص كده مع بعض. هنا بيقول لك ايه؟ ألم يعلم مع ولاد مين بقى اللي بيتكلم الكلام ده؟ أبو بكر القماش بيقول له ايه؟ ألم يعلم مولاي بخبر العادل والجواد نائب دمشق؟ أم يعني بيقولها بإيه، بتعجب كده وإيه واستنكار. اتفق مع داوود صاحب الكرك على أن يعطيه دمشق، وأحب أن يحتال على الجواد لينفذ هذا الاتفاق، فبعث إليه بكتاب يعطيه فيه الشبك وصغر الإسكندرية وقليوب وعشر قرى من قرى الجيزة، في مقابل أن ينزل عن نيابة السلطنة بدمشق، ثم يزيد في الخديعة فيرجوه أن يسرع إلى قلعة الجبل بمصر ليكون بجانبه يعمل برأيه، فهو في أمس الحاجة إليه. تمام؟ يبقى هو هنا في خديعة بيصنعوها على الجواد مقابل أن يعطوا الدمشق. تمام؟ لمين؟ طبعا هنا تقريبا حدق من نصيب داوود طبعا فيها. تمام؟ وبماذا أجاب الجواد يا أبا بكر؟ لم ينطل ذلك على الجواد، يعني الحيلة دي يعني ما دخلتش على الجواد، ما صدقهاش. ولقد علمت أن الجواد فكر في أن يستعين بمولاي. الجواد هيستعين بيا أنا؟ وكيف يا أبا بكر؟ هنا طبعا استغرب نجم الدين لهذا الرأي أو لهذه المقولة. تمام؟ يبقى هنا تمام سؤال يا محمد، كيف حاول العادل خداع الجواد؟ يا مس، يا مس، نعم، في ايه يا مس مالك؟ انا اللي اقول السؤال ولا فاطمة؟ لا انت اللي هتقولها السؤال، جاوب السؤال. ماشي، بس العادل الى الجواد بكتاب يعطيه فيه الشبك وثغرة الاسكندرية وقلوب وعشر قرية من قرى الجزيرة، في مقابل أن ينزل عن نيابة السلطان بدمشق. تمام، وما موقف الجواد من هذه المحاولة؟ طلب أو منه أن يفعل قبل
قلعة الجبل بمصر لأنه في حاجة إلى مساعدته، ولم ينخدع الجواد بذلك. لا فكر يا مسا بأن يستعين بمولاه. تمام، اللي هو السلطان ايه او الامير ايه، نجم الدين. تمام، لا مش انا قلت غلط. ايوه، لما يدخل ذلك على الجواد وعلى هو، بس بقيتها يا محمد مش غلط ولا حاجه. تمام. طيب يلا اقرأ يا محمد. وفيما هما في ذلك، وفيما هما، وفيما هما في ذلك الحديث، إذا برسول أقبل من عند الجواب برسالة يرجو الرد عليها سريعا، ففضها نجم الدين ونظر فيها وجعل يقرأ، والبشر يزداد في وجهه ولم البش يتميل نجم البش مش الدين، البشر، وأمر البش. بدواء، وقلما وأعطى الكتاب شجرة الدر، فقرأته وهزت رأسها موافقة في سرور. ثم التف نجم الدين إلى أبو بكر وقال في بشجاعة، خبر صادق يا أبو بكر، جاء الكتاب ووقفت على جميع ما فيه، ثم لحظة كده يا دخل محمد، الرجل. معلش لحظة، هستأذنكم لحظة. مش كمل، يلا يا محمد. ثم كتب الرد وسلمهم إلى الرسول، فانطلق به مسرعا وأنثى نجم الدين إلى أبو بكر وقال سندخل دمشق يا أبو بكر، استعان بي الجواد كما قلت، فعرض علي أن القيادة، أخذ دمشق يأخذوه هو حصن كيفة والسنجار، وقد أسرعت بالموقف كما رأيت، فاشتد سرورا أبي بكر، وقال في فرج، صفقة رابحة يا مولاي، وعقبت شجرة الدر قائلة، زاد الأمل وشراكة وشراكا يا مولاي، فهل بعد دمشق سوى مصر 18 يوما بالسفر الوئيد الهادي والعوائق يا شجرة الدر، وهل يقف أمام نجم الدين غزمات عشائق ما هما كانوا؟ يبقى هنا أثناء حديث مش حضرتك بتتكلم. أيوة معلش، فيما هما في ذلك الحديث، يعني أثناء ذلك الحديث، أتاهم رسول من عند الجواد يرجو الرد على برسالة، يرجو الرد عليها سريعا. تعالوا كده مربط الأحداث، هو كان لسه العادل بيساوم الجواد إن هو ياخد منه دمشق ويديه الشوبة وصغر الإسكندرية والقلي وبعض القرى، أو 10 قلى في و10 قرى في الجيزة، ومعاهم القليوبية، مقابل إن هو يتنازل عن دمشق. تمام،
لكن الحيلة دي لم يعني ايه يتقبلها الجواد، وفكر انه يستعين بمين؟ بنجم الدين. واثناء الحديث اتى رسول من الجواد وبرسالة يرجو الرد عليها سريعا، ففضها نجم الدين ونظر فيها يعني فتحها، وبدأ يقرأ: والبشر والسرور والسعادة يزداد في وجهه. لم يتمهل نجم الدين وأمر بدواء وقلم. الدواء والقلم دول يا ولاد هي دي الأدوات اللي كانوا بيستعينوا بيها في الكتابة في الماضي، تمام؟ الدواء دي بيبقى موضوع فيها الحبر، والقلم يأخذ الحبر من الدواء ويكتب بها، تمام؟ وأعطى الكاتب شجر الدر، الكتاب شجر الدر فقرأته. الكتاب المراد به هنا الرسالة، وهزت رأسها موافقة في سرور. طبعا احنا عندنا ما شاء الله نجم الدين ما بيعملش أي حاجة من غير ما ناخد رأي شجرة الدر، تمام؟ ثم التفت نجم الدين تمام. إلى أبي بكر. شفت يا فاطمة راجل محترم، ايوه إلى أبي بكر وقال في بشاشة: خبر صادق يا أبا بكر. آه ده أنت كلامك مظبوط يا أبو بكر، جاء الكتاب ووافقت على جميع ما فيه، كل اللي كتب في الكتاب هو وافق عليه. ثم كتب الرد وسلمه إلى الرسول، فانطلق به مسرعا، وانثنى نجم الدين إلى أبا بكر. يعني إيه انثنى؟ مال واقترب. قال له: سندخل دمشق يا أبا بكر، هي دي الرسالة، استعان بي الجواد كما قلت، فعرض علي أن أقايضه، آخذ دمشق ويأخذ هو حصن كيفة وسنجار، ولقد أسرعت بالموافقة كما رأيت. طبعا هو هنا بيحاول يوقع مين؟ نجم الدين، علشان يبقى هو اللي في أمام للعادل، يقوم يحاول برضه ياخد منه دمشق عشان يديها لمين؟ لداوود. فهمت يا ولاد؟ تمام يا مس. فاشتد سرور أبي بكر وقال في فرح: صفقة رابحة يا مولاي. وعقبت شجر الدر: زاد الأمل إشراقا يا مولاي، فهل بعد دمشق سوى مصر؟ طبعا دي خطوة كبيرة وخطوة حلوة جدا في خطوات نجم الدين، لأنه عندما يأخذ دمشق الخطوة التالية هي مصر. 18 يوما بالسفر الوئيد اللي على مهله المتمهل، والعوائق يا شجر الدر، وهل يقف أمام النجم الدين وعزماته عائق مهما كان يا مولاي؟ يبقى هنا السؤال اللي هيجاوب فاطمة: نعم. المقايضة التي حدثت بين نجم الدين والجواد، أن يأخذ دمشق ها، ويعطي الجواد ايه؟ مقابل أن تصبح كيف وسنجار في يد الجواد. برافو عليك يا فاطمة. يلا يا فاطمة أقرأ اقرأي الجزء ده مع 7. ها، تمام. قال أبو بكر والشك بخامره: عدت أفكر في هذا الذي صنعه الجواد، فلعيته يثبت على رأيه يا مولاي، وأخشى أن يتدبر الصفقة من صفة ويعرف الفرق ويرجع ينتقد. ما أبر. فعقب نجم الدين مسرعا قال: لن ننتظر حتى يفكر ويتدبر. أما أنت يا أبا بكر فتعود إلى مصر مع القافلة، ومعك تعليمات إلى اتباعي في من الأمر السائر على العادل وفساده، والداعين إلى الإصلاح والوحدة وجمع الكلمة من ينشدون سلطانا قويا حازما يسكون بعزيمة وقدرته على مواجهة الفرنج والتتار، كما تحمل سلاما حرا إلى فخر الدين ابن شيخ الشيوخ المعتقل بقلعة الجبل، وطمأنه على الخلاص الخلاص، وكان معه أنباء أخرى على عن تدبير نجم الدين لدخول مصر واقتراب الفرج. الفرنج. تمام. تمام. أولا كده إيه، بدأ أبو بكر يخش في قلبه الشك،
تمام على هذه الصفقه. فبيقول له ايه، انا تقريبا كده يا مولاي انا خايف ان الجواد يتدبر الصفقه ويعرف طبعا الفرق، لان في فرق كبير ما بين دمشق وما بين كيفا وسنجار، تمام، ويرجع في هذا الاتفاق الذي عقده معك. فعقب نجم الدين مسرعا قائلا لن ننتظر حتى يفكر ويتدبر، انه سيسرع باتخاذ الايه القرار، تمام. اما انت يا ابا بكر فتعود الى مصر مع القافله، انت بقى هترجع مع القافله ايه مره اخرى، ومعك تعليماتي الى اتباعي من الامراء السائرين في القاهره وفي في مصر، امراء ثائرين على العالم، دول تابعين لنجم الدين، فانا هرسل لك معاهم تعليمات. وادعينا الى الاصلاح والوحده وجمعت وجمع الكلمه في جمعيه اسمها جمعيه الاصلاح والوحده، دي اللي كان فيها ابو بكر الايه القماش. من ينشدون سلطانا قويا حازما يثقون بعزمه وقدرته على مواجهه الفرنج والتتار، كما تحمل سلاما حارا الى فخر الدين ابن شيخ الشيوخ المعتقل بقلعه الجرم. سلمني سلام كبير جدا وحار جدا على فخر الدين ابن شيخ الشيوخ المعتقل بقلعة الجبل، وتطمئنه على الخلاص. وكان معه أنباء أخرى من تدبير نجم الدين لدخول مصر واقتراب الفرج. يبقى هنا سؤال يا محمد، بما كلف نجم الدين أبا بكر القماش؟ أن يعود إلى مصر ومعه تعليماته إلى أتباعه من الأمراء الثائرين على الأعداء والداعين إلى الصالح أن يبلغوا فخر الدين ابن الشيخ الشيوخ سلامه. تمام. يلا يا فاطمة، يلا قصدي محمد اقرأ. عشان أقرأ السبع ما هو يقرأ ايه السبع، يقرأ انت بقى الثاني. قرأت السادس يا مس قائد السادس والسابع. وكان رد نجم الدين بالمواقف على المقايضة قد بلغت الجواد فظن أنه وقف وقف أذاع الخبر في دمشق، فالتاريخ الناس إلى ذلك ارتقبوا. وصلت نجم الدين في أول جماعة جمادي عام 636 هجري، استقبلت دمشق الصالح نجم الدين أحسن استقبال، وكان على فريسة الأشهب رافع الرأس باسم الصقر يحيط به الفرسان الأشداء، وشجرة الدر فيه وضجها سابحة في أحلامها. تتخيل دمشق ببهائها وجمالها تعتقد الوصول إليها. تمام. يبقى هنا رد نجم الدين بالموافقة على المقايضة. يعني ايه المقايضة؟ اللي هو الاستبدال ما بين نجم الدين وما بين الجواد، تمام. بلغ الجواد فظن انه وفق واذاع الخبر في دمشق، طبعا الناس ارتاحت لذلك لان الناس كانت بتحب نجم الدين ويتفاءلون به خيرا، وانتظروا وصول نجم الدين. وفي أول جمادي عام 636 استقبلت دمشق الصالح نجم الدين أحسن استقبال، وكان على فرسه الأشهب. يعني إيه الأشهب؟ اللي بيختلط بياض شعره بالأسود، ورفع الرأس باسم الصغر يحيط به، رافع الرأس باسم الصغر يحيط به الفرسان الأشداء، وشجر الدر فيه هودجها. عارفين يعني إيه الهودج يا أولاد؟ يعني ايه مش الهودج ده احنا بنشوفه كده يعني بس مش بيتكرر كتير، بيبقى عامل شبه الخيمة او قبة
من القماش موضوعة فوق الجمل وبيركب فيها النساء، مش شفتي في الأفلام القديمة يا فاطمة؟ مش فاهمة بس اللي مقصودة ايه. قولي تاني قولي تاني، انا مش عارفة انت بتقولي ايه. القديم؟ الهودج. لا ده هو ايه؟ بنشوفه في الافلام التاريخيه القديمه، بنلاقيه عباره عن ايه، زي خيمه كده او قطعه قماش متقفله ومحطوطه فوق الجمل عشان يركب فيها النساء. اه عرفتها. ايوه هو ده الهودج. تمام، كانت راكبه في شجره الدر وتسبح في احلامها وتتخيل دمشق ببهائها وجمالها وتتعجل الوصول اليها. كده الفصل بتاعنا خلص. تمام، هنكمل الأسئلة حفظ. تمام اوكي، تمام تمام. اللي عليا. 16 كده كم سؤال؟ يا لهوي، طلعت دول 9. تمام طيب. ميد تقفل لي قفلت التسجيل يا ماكس. لا انا هسجل اهو. يلا هنعمل بقى تمام ايه، مراجعة أخيرة على المنادي. تمام، ماشي. مين يبدأ يحل؟ صفحة 179. مس يلا كده قولي كده. مش أي معلومونا إن أبنائك أفانا لا فاحرصوا على يعلمونا ايه، استنى كده مس الاول، امن المجتمع. مس بتقولي إيه؟ بقول لك من اول امن أمن المجتمع. المجتمع. ماشي، أمن المجتمع وسلامته. ثواني سلامتي دي بس تبقى ثواني. مبني معطوف يا مس، معطوف صح، معطوف يا مس. ماشي، بس اقرأي الأول القطعة، بس أقول لك اقرأيها الأول. أمن المجتمع وسلامتي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد فيها، راغبين الإمكان من سلام الوطن واستقراره. يا أعداء أنفسكم كفوا أيديكم واعلموا أيها المأجرون أن محاولتكم جميعا ستبوء بالفشل الذريع. أبدأ مس. سلامتي دي انا قلت لك بس معطوف، مرفوع وعلامة رفع الضمة صح؟ هو غلط ولا صح؟ معطوف بس مرفوع. مصاب الضمة ها، مرفوع يا مس بالضمة. لا مش مرفوع بالضم. مريم يعني مريمس. اعربي بقى المجتمع، هي دي معطوفة على المجتمع، يبقى المجتمع اعربه ايه؟ يبقى هي المجتمع دي هي مبنية على في محل جر مبنية ليه؟ مبنية ازاي؟ مضاف إليه، محل جر ده صح يا ميس، مبنية على المجتمع المجتمع، صح. المجتمع نكرة نكرة ومعرفة، يعني المجتمع ايه؟ نكرة لسه كمان حبه من البتاع اللي على الحوض يا عبد الله. نكرة. مضاف اليه. أنا قلت إيه ده؟ تمام ترجمة
مضغوط ايه؟ مجرور وعلامة جر وكسر. الجر والكسرة. هل دي المعطوف مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ المعطوف ده ما يبقى مجرور. لا مجرور. برافو برافو عليك. تمام يلا يا محمد. يا أنفسكم أعداء مضاف إليه مجرور بالكسرة. إيه؟ أنفسكم يا مس، يا أعداء أنفسكم دي مس مضاف إليه مجرور بالكسرة. برافو عليك برافو عليك. طيب واعلموا أن محاولاتكم جميعها ها يا مس، جميل. أنا توكيد يا مس، أنا يا محمد دي توكيد دي توكيد. طيب توكيد مرفوع ولا منصوب ومنصوب ولا مجرور؟ علامة نصب الفتحة. برافو عليك. من الفقرة السابقة يا محمد منادى مضاف وآخر شبيه بالمضاف. أعداء رغبين، راغبي يا راغبين. طب ده نوع ايه؟ شوف المضاف الو شبيه بالمضاف، شبيه شبيه بالمضاف. لا بالمضاف. شبيه بالمضاف. انا عايزه بقى المضاف. أعداء برافو عليك. هات التلتة. طيب عايزه يا فاطمه منادى حذفت منه الاداه وقدر الاداه. أمس ثواني يا صار. أي 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 صار أي 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 يا مس، أي أي يا مس، أي مس، أي أي يا مس. بقول لك اي سؤال، اي 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 ثواني ما هي ايوه يا مس، ايوه دي ما حذفنا منها المرية وبقت ايه، حسن الهاء والالف تمام. طب حضري بقى الأداء. وحذف ده يا مس، يا طيب هنا يا محمد يا عادل أطع والديك اجعل المنادى مثنى وجمعا وغير ما يلزم. اجعل يمس المنادى مثنى وجمعا وغير ما يلزم. يا عدل، يا عادلان أطعن والديكم، يا عادل، والديكم. ابو محمد يا عادلان ها أطعا والديكم، أطيعا والديكما. أطعا والديكما. تمام أنا عايزاها جنب. يا عادلون أطيعوا والديكم. يا عادلون أطيعوا والديكم. تمام ضع ما يلي في أسلوب نداء يا فاطمة. لفظ يا الله ممكن نقول يا الله دي ليها اغفر لك، طريقتين. ايه هي الطريقة الأولى وايه الطريقة الثانية؟ ممكن نقول يا الله اغفر لي، و يا الله اظن كده اغفر ولا لك. هتغير حاجة؟ لا يا مس، الله نحط زي ما هي، هنقول لا بتغير. يا. ازاي يا مس اللي بقول لك، هنقول يا الله اغفر لنا، في اغفر طريقتين عشان ننادي على الله لأن ده نداء ما فيه قلب. لا يا مس، صب يقطع. ايوه ماشي، سامعاكي. الله يا الله اغفر لنا يا الصوت مس. عندك فاطمة ما قلت كام؟ انا قلت هنكتبها ازاي يا يا فاطمه؟ مس، لا انا ما قلت يا الله اغفر لي، والثانية اللي انت قلت لي عليها قلت لك اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لي. طب ماشي بس لو قلت يا الله بحط هنا همزه على الالف. تمام تمام لما اجي اقول يا الله قدامي حاجتين، يا اما احط همزه على الالف يا اما اقول اللهم.
من غير ياء. تمام، تمام يا ميسي. يلا يا محمد. برضو ضع لكلمة الطالب في أسلوب نداء، يا أيها الطلاب اجتهدوا، يا أيها يلا الله يا رب، دي الطلاب دي الطالب، يا أيها الطالب اجتهد اجتهد. يا أيها الطالب اجتهد. طيب اختر المنادى المضاف مما يلي يا فاطمة. تمامي مش سوان. يا محبي مصر ارفعوا شأنها، الأخيرة صح؟ صح ليه؟ ايوه برافو عليكي، لان احنا بنحذف النون ولازم نضرب وراها معرفة. لا يا مس، يا مس مش لا. نعم لا لا خلاص خلاص يلا يا محمد اقرا كده الفقرة دي. أي معلمون إن أبناءكم كما آمنوا فأحرصوا على تقديم العون لهم ولا تبخلوا عليهم بما أسكاموا الله من عمل، وأنتم أبناء المدارس إن المعلمين آباء لكم، وحق للأب على أبناء الطاعة وحفظ الجميع. العون مضاف إليه مجرور بالكسرة. لا يا مس، ايوه سامعك، انا كنت العون، لسه قلت العون ايه. مضاف إليه مجرور بالكسر. تمام فاطمة لا تبخلوا. ممكن ولا تدخلوا، دي فعل مضارع، مجزوم مجزوم مجزوم، ماشي، وعلامة جزمه. وعلامة جزمه حذف النون. برافو عليك. الله اللي هي لفظ الجلالة، فعل فاعل مرفوع بالضمة. برافو عليك، برافو عليك يا محمد. وحق الأب على الابن الطاعة، الطاعة هنا إعرابها إيه؟ دي خبر مرفوع ولم ترفع الضم. تمام. محمد أنا عايزة منادى معرب وبين مضاف، هو مضاف والضم، لمس، مضاف مضاف مرتبط بالضم. هو إيه اللي مضاف؟ انت عايز يا مس منى ده؟ معرب وبين نوع. منادى معرف. انا ايه انا دي؟ فين دي؟ ثانية، معلمون معلمون معرب؟ معلمون ممكن اقول منادى انا يا بس؟ مضاف، مضاف يا مس. انا عارف معلمون. ناس نعم معلمون لا غلط، مس ممكن اقول انا؟ ايه مس؟ هي منادى بس مش معرب يا محمد. ماذا معرض؟ احنا متفقين ان المعرب لازم يكون منصوب، ولو منصوب ما هيبقاش واو ونون يا محمد، هيبقى ياء ونون. انا مس ممكن اقول انا؟ قولي يا انا فاطمة. يا مس، إن أبناء يا مس، ودي مضاف ونوع مضاف. ابناء. انا ما انا عايز والله ما في حاجة، روح قول لهم كان عارفة. لا اوعى ابناء مين؟ تطلع من مضاف منصوب عندك، بالضمه. ما كنت ابناء فاهم. دي مضاف منصوب بالضمه يا مس. لا اهلا وسهلا. يا مس، نعم أبناء منصوب مضاف منصوب بالضم. من أبناء دي؟ أبناء، إن أبناءكم كما آمنوا. أبناء دي إيه؟ أبناء يا مس مضاف منصوب بالضم. أبناء يا مس اللي هي أي معلمون إن أبناء، أبناء يا مس. إن أبناءكم
هنا المنادى معلمون. منادى مبنيا معلمون، مش ده دور. ده دور يعني تمام، على طول في المعرب بقى، بقول لا انا عايزه معرب بقى. المعرب. بالمعرب دور فاطمة ولا مش جوه؟ من مش المعرب دي اللي هي السؤال الاول، منادي لا معربه. ايوه السؤال الاول منادي معربه، ما السؤال الثاني منادي مبنيا. ماشي انا اللي كان عليا معرفة اني مثل مفضلة جابت الطائعة. انا جاوبت وقلت ابناء، الطائعة اخر حاجة انت جاوبتيها، وانا من انا نادي ما جبتش معروفة. الطائعه، خلاص بس انا اجاوب من نادي حتى فات مبنية. طائعه دي من نادي مش مبنية ممكن اجاوب عليها. معلمون. من نادي مبنية تمام معلمون. ماشي تمام. طب خلينا في اللي بعدها، مثلا انا رقم قلت لك بيم. منادي معربي. ماشي قالوا مصر حريصين على البناء. مس، طب انا جاوب انهي ده؟ جيمي يلا. كان عمال مصر حريصين على البناء. كون عمال مصر حريصين على البناء. فرق اعرابين بين ما حط ما تحتيه خط. كان دي اسمي كان يا مس، عشان جاب لها كان. برافو. اسمي كان عشان جاب لها كان. كنا عمال مصر حريصين على أبناء. منادى مضاف منصوب بالضمة بالفتحة تمام بالفتحة. ماس تمام محمد معاك. يلا اللي بعدها، يا أيها المريض اتبع تعليمات الطبيب. نكرة هنغير يا أيها، دي هنخليها يا المريض. يا مريض اتبع تعليمات الطبيب. ليه خليها يا المريض ليه؟ فين المس؟ مس احنا متفقين ان اي مس هي دي المنادى، هي دي المنادى. والهاء زائده للتنبيه، والمريض بقى هنكرر، لو مشتقه تبقى نعت، لو جامده تبقى بدل. تمام يا مس. يبقى في الحاله دي نعت ولا بدل؟ بدل بدل ليه؟ ما هي مشتقه اهي، نعم مريض نعم مرض نعم يا مس يمرض، نعم. يبقى تمام نعت. يا مس، ثواني يا مس اكتبها. نعم تمام. طيب يلا يا محمد. يا اختر يا شباب الوطن يناديكم نوع المنادي في العبارة السابقة نكرة مقصودة. برافو عليك يا محمد، برافو عليك. ناخد الصفحة الثانية واجب يا تمام رقم 180 صفحة 180. اكتب على الجروب يا محمد. حلو قوي الواجب حاضر اللي انا ما بشوفوش ده، جميل انا بعت لك الواجب والله يا مس. والله. انا نسيت، انا نسيت حبيبتي اعمل بس تعديه على انا جروب الواجبات، ما حدش يبعت على الخاص. تمام يا مس، هبعته على جروب. انا بعته لك يا مس، ماشي ابعتيه تاني على جروب الواجبات. ثواني احوله لك تاني ماشي اهو. عربي عربي بعتهولك اهو، مسحولته من على الخاص. ماشي يا حبيبي. شوفي يا مس قولي صح ولا غلط. تمام حاضر حاضر. الواجب صفحة 82. لا الواجب كان 40، صح اللي فات كان صفحة 40 على كن جميلا. عليك تمام يلا حلوين. صح يا مس الوجه لسه هشوفه. هو عبء على الحياة صفحة. كان آخر صفحة في درس كون جميلة. تمام اكتبي بقى يا مس على الجروب ان انا بعتلك الواجب. حاضر. على المصحف يختبر ابويا جبنا وام الخدامين هنا، جبنا وام الخدامين هنا الاخوات. طب يا طب انتوا خدامين ولا ولا قالت تمام يا حبيبي ماشي.
يلا باي باي. يا باي. مس يا مس، نعم نعم استني يا مس، لما اعمل وجبه وابعته لك يا مس. اعملوا بعد محمد الموجود اهو النهارده عادي، بعده في اي وقت. تمام، سمعت لك الاثنين.